والان تفضل قسم ماجد يكلمنا عن موضوع المال المرأة الكنعانية. تفضل قسم. نشكر ربنا المهدور في وسطنا النهارده. مين فرحان بالرب النهارده؟ امين. فرحانين في الترانيم، نشكر الرب. وانا بنقول من مد المد يعديك، مين اللي قال الكلام ده؟ ده الرب. فعشان كده نثق بنعلن ايماننا فيه. امين. طب تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي حتى ان الرب يبارك الخدمه النهارده باسم يسوع. قول يا رب انا عايزك تبارك لي النهارده، قول يا رب انا عايزك تكلمني، قول يا رب انا عايز روحك القدوس يشتغل فيا. رب يسوع لما كان بيتكلم مع التلاميذ وهم ما كانوش يعرفوا ان هو المسيح، بيقول لك الم يكن قلبنا ملتهبا فينا حينما كان يكلمنا؟ ان فعلا الرب لما بيكون حاضر تلاقي ان في قلب الواحد ملتهب كده. انت تقول يا رب انا عايز اتمتع بحضورك النهارده، انا عايز اتمتع النهارده ربي بقرب منك. هو فينا، لكن عايزين فعلا نتمتع بفرح وبسلام وبتاثيره العجيب. لولا فرح الرب وتاثير الرب فينا ما نقدرش حتى نكمل حياتنا. احبائي بيقول عن الكنيسه بتعزيه الروح القدس كانت تتكاثر. عشان كده يا رب عزي قلبي النهارده، فرح قلبي بالروح القدس باسم الرب يسوع. صلي من كل قلبك ان رب يكلمك النهارده. قول له يا رب كلمني، قول له يا رب كلمني. يا الهنا نشكرك من كل القلب ان حضورك في وسطنا الان. نشكرك يا رب من اجل نثق يا رب ان فعلا قلوبنا ملتهبه فينا وانت حاضر لكي تعمل فينا عمل عظيم وجديد يا رب. يا رب نشكرك من اجل كل نفس حاضره، لان مفيش حد هنا حاضر بالصدفه، لكن انت جبت كل واحد علشان تتعامل معاه، عشان تتكلم معاه، لان لك مشيئه صالحه في حياتنا يا رب. نشكرك ونسبحك ونمجدك ونعظمك. قول لك يا رب يا قدوس افتح كل قلب وافتح كل فهم يا رب. انت تفهمنا كلامك وانت تعلن لنا كلامك بروحك القدوس حتى المجد يرجع عليك النهارده. اشكرك يا رب القدوس انك تسمع واستجب، ولك كل المجد. امين امين. في حياتنا النهارده عايز نتكلم عن موضوع، عن معجزه عملها الرب يسوع. في ناس بسبب عدم فهمها لهذه المعجزه كانت عندها اسئله كتير في هذا الامر. المعجزه موجوده في انجيل متى الاصحاح 15 عدد 21، لان في ناس فعلا بتقول ازاي الرب يسوع يطلع الكلام ده من بقه. أنا هقرأ لكم عشان كده تعرفوا أنا بتكلم عن إيه. بيقول: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي الصور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد ابن داود، ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. في ناس بتعترض على الكلام ده، ازاي الرب اولا يتجاهلها وبعد كده يقول لها انا لم ارسل الى بيت خراب بيت اسرائيل الضاله،
وبعد كده يقول ان لا يصح انه يطرح خبز البنين للكلاب. في الحقيقة احبائي حينما نفهم الخلفية التاريخية واللغوية لهذا الامر هتتحل عندنا المشاكل. لكن انا عايز اخذ الموضوع واحدة واحدة عشان نقدر نفهمه. اولا عايز اقول لكم احبائي ان محبة الله ان المسيح قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. ولذلك المسيح ما جاش بس لإسرائيل لكن جه للعالم كله. لكن ازاي بيقول الكلام ده؟ ده انا هقوله بعد كده. بيقول انصرف الى نواحي صور وصيدا. مين يعرف فين صور وصيدا؟ لبنان مش كده؟ ديت على حدود المملكة الإسرائيلية كانت في الشمال. فسكان هذه المنطقة أمميين بيسموهم الفينيقيين بيسموهم نواحي سوريا. لكن منطقة سور وصيدا ديت منطقة ايه؟ أمميين. ايه حكاية الأمميين؟ ان هم كانوا بيعبدوا الأوثان. وكان في الحقيقة ان عبادتهم للأوثان ما كانتش بس كده عبادة لكن كانوا بيمارسوا أشياء فظيعة جدا في عبادتهم. يعبدوا آلهة متنوعة وكانوا بيمارسوا جميع أنواع الزنا وكل شيء بشع كان بيمارس في عبادة الأوثان. كانوا هؤلاء في حدود إسرائيل الشمالية. الرب يسوع على فكرة هو اللي راح لهم. هو اللي راح ليهم. هو اللي راح علشان عارف انه هيقابل هذه المرة. هل دي اول مرة الرب يروح؟ لا. في مرقس 3 لو حد يفتح معايا مرقس 3 عدد 7 يقول فانصرف يسوع وتلاميذه الى البحر وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن اورشليم ومن ادومية كل دول مش يهود ومن عبر الاردن والذين حول سور وصيداء جمع كثير استمعوا كم صنعوا أتوا إليه. وفي عدد 10 لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء والأرواح النجسة حينما نظرته خرت وصرخت قائلة أنا كأنت ابن الله. معنى ذلك أنه قبل كده عمل معجزة مع مين؟ معجزات مع مين؟ مع ناس من سور وصيدا. طب ليه اللي حصل المرة دي ازاي بيتكلم بهذه الطريقة؟ ده اللي احنا هنعرفه. لكن انا عايز اقول لكم عايزكم تتخيلوا منظر هذه المرأة. المرأة كانت ابنتها مجنونة. كانت هي بتقول ان عليها روح شرير روح نجس. احنا عارفين احبائي ان احيانا الارواح النجسة بتمتلك اجساد الانسان. والذي له السلطان الوحيد على أن يخرج هذه الأرواح الشريرة اسم يسوع فقط وسلطان يسوع المسيح. ليس أحد له هذه القدرة إلا يسوع المسيح نفسه. ولذلك الذين يؤمنوا بالرب يسوع زي تلاميذه زينا إحنا الذين يؤمنوا بالرب يسوع وسلطان اسم الرب يسوع يستطيع أن يخرجوا شياطين باسمه. لكن أي روح شرير لا يستطيع أحد أن يقهره إلا اسم يسوع المسيح. فهي سمعت عنه وهي أمنت إن ممكن يعمل حاجة لبنتها. إحنا فاكرين الإيمان بيأتي بالخبر والخبر بكلمة الله. يعني لازم الواحد يسمع بعد كده الروح القدس يقنعه إن هذا الكلام من الله لابد أن تصدقه. بعد كده الواحد بيصدق. أول ما بيصدق ده الإيمان. واحد بيسمع بيقتنع وبيصدق. فهذه المرأة صدقت ان الرب قادر ان هو ايه ان يعمل لها حاجة لبنتها. وكانت في يأس شديد جدا هذه المرأة. وكانت ايضا فاكرين اللي كلمنا عنه قل قائد الماء اللي قال قل كلمة فيبرأ غلامي. كانت ايضا ما قالتلوش تعالى عندي البيت ولا حاجة. كانت واثقة تماما ان بكلمة منه يستطيع الرب يسوع ان يشفي بنتها. ايمان ثقة في الرب. طب ايه رد الرب يسوع لهذا الكلام؟
في الحقيقه اقرا لكم بص ازاي بيقولوا اذا امراه كنعانيه خارجه من تلك الطخوم صرخت اليه قائله ارحمني يا سيد ابن داود ابنتي مجنونه جدا. فلم يجبها بكلمه. هو عاده الرب يسوع ان هو لما حد يتكلمه ما يجاوبش عليه. في الحقيقه احنا فاكرين الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا عن قائد المنع لما بيقول له ان الغلام بتاعي الخادم بتاعه او الغلام بتاعه كان مشلول في البيت عمل ايه؟ قال له انا اتي واشفيه. قال له لا ما تجيش انا ما استحقش فقط قل كلمه فيبرا غلامي. لكن المره دي نجد ان الرب يسوع بيقول ايه؟ لم يجبها بكلمه. احبائي في الحقيقه ان الرب يسوع عن طريق عدم اجابتها كان عايز يزود ايمان هذه الانسانه هذه المراه. الرب يسوع كان سامع كويس جدا وعارف ان هو بعد ثواني او دقائق معدوده الرب هيشفيه بنتها ويخلي في هناك معجزه هتتكلم عنها كل الاجيال زي ما احنا بنتكلم عنها دلوقتي. هو عارف كل شيء لكن الرب له طريقه ان بها يقوي ايمان هذه المراه. ده احيانا بيحصل معانا يا احبائي. في ناس بتعتقد ان طالما الرب قال لما انت تؤمن تنام خلاص انا بروح للرب وبؤمن بصدق ان الرب يعمل حاجه لكن ما لقيش الاستجابه جت وكان الرب مش بيسمع. فيستخدم الشيطان هذا الكلام يقول لك الله يبقى انت رب مش سامع يبقى انت فيك حاجه غلط يبقى انت مش مؤمن حقيقي. يفضل يشكك الانسان لان الشيطان عايز دائما يشكك الانسان. مع ان احيانا الرب فتره الانتظار ديت اللي انا الرب كانه لا يجب بكلمه هذه الفتره بتزود ايماني وثقتي فيه. الرب هيعمل المعجزه، الرب هيحرر، الرب هيقوي، الرب هيعمل كل شيء، لكن الرب عايز يعمل ايه؟ يزود ايماننا. في انجيل لوقا والاصحاح 11 عدد 5 بيتكلم لوقا 11 عدد 5 بيتكلم عن واحد بيقول ايه؟ ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له يا صديق اقرضني 3 أرغفة لان لي صديقا جاء من سفر وليس لي ما اقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني الباب مغلق الان واولادي معي في الفراش لا اقدر ان اقوم واعطيك. اقول لكم وان كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. وبعدين وانا اقول لكم اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. لما الانسان احبائي مع ان الرب لا يستجيب في ساعتها لكن يستمر في الايمان ويستمر في الثقه في الرب هذا اعظم مقوي للانسان. لان الالحاح دوت دليل على الثقه. يعني كنت بقول مثلا في السبت اللي فات في اجتماع الرجاله كنت بقول مثلا واحد عيل صغير بيقول لابوه اديني شوكولاته عايز حته شوكولاته. فابوه يقول له لا. الولد هيقول له تاني خلاص يمشي خلاص؟ لا الولد هيقول تاني وتالت ورابع. ليه؟ لانه متاكد تماما ان ابوه عنده شوكولاته. لو هو عارف ان ابوه ما عندوش حاجه مش هيلح عليه صح ولا لا؟ لكن هو عارف ان ابوه عنده حاجه ممكن يديها له. فالانسان اللي بيلح على الرب والانسان اللي حتى مع ان مفيش اجابه وحتى لو الاجابه كانها لا لكن بيلح يقول لا اديني ده معناها ان هو ايه؟ عنده ثقه ان هيديها له. في مره ثانيه بيتكلم عن قاضي الظلم في لغه 18 بيقول ان في واحده كانت مظلومه بتقول له انصفني من خصمي بتقول القاضي. القاضي بيقول لها ما تزهقنيش بتلح عليه في الاخر انصفها لاجل الحاحها. فبيقول ألعل ابن الإنسان حينما يأتي يجد الإيمان على الأرض. يعني الإيمان دوت
الإلحاح دوت معناه إيمان في الحقيقة أحبائي اللي عنده ثقة في الرب ولقى إن مفيش استجابة لابد إنه يلح أكتر ويعلن ثقته وإيمانه أكتر لا ييأس من الرب لأنه عنده الحل لكل مشاكل حياته. مين يقول له أمين؟ الرب عنده ليس مشكلة ما عندوش حل فيها، لكن لما يبطل يستجيب أو كأنه مش بيسمع زي ما المرأة الكنعانية بتقوله تعالى انقذني لم يجبها بكلمة، ظهر التلاميذ قالوا له اعمل حاجة عشان ستك تزعجنا لكن برضو لم يجبها بكلمة، لكن هذه المرأة نجحت في هذا الامتحان وإيمانها اتقوى أكتر. إيه الدليل على هذا الكلام؟ إزاي اتقوى؟ جاءت للرب، حتى على فكرة لما بنقرأ في مرقس الساعة السابع بيتكلم على نفس هذا الموضوع، جاءت راحت له في البيت اللي هو قاعد فيه، يعني قالت أنا رايحة وهاخد شفاء لبنتي، يعني هاخد شفاء لبنتي. فأحبائي أول حاجة قبل ما نبدأ في الخطوة الثانية لابد نعلم إن الرب لما أحيانا ما يستجيبش ده معناها مش معناها إنه يتجاهلني، هو عارف تماما إنه هيعمل عمل عظيم في حياتي، لكن يريدني أن يقوي إيماني أكثر فيه. هو عنده الحل وهو عنده كل المجد. أمين؟ الحاجة التانية بقى اللي حصلت، على فكرة لما جات عندها إيمان فيه كانت بتقول له يا سيد ابن داود. تعرفين ابن داود معناها إيه زمان؟ معناها إنه جاي من النسل الملكي، كانت عارفة إنه ملك إسرائيل. وبتقول له يا سيد، تعرفوا كلمة يا سيد كده هنا معناها ايه؟ لورد، رب. كانت عارفة وواثقة في إلهيته أيضا. جاءت هذه المعنى بكلمة رب 659 مرة في العهد الجديد. كانت بتقول له يا رب. يا سيد يعني يا رب. بتقول له يا سيد ابن داود ابنتي مجنونة جدا. بعد كده لما تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا، فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. قال لها إيه؟ الست دي أممية أحبائي، مش كده ولا إيه؟ ما عندهاش فكرة عن موضوع بني إسرائيل والضالة، ما تفهمش الكلام ده إيه؟ هو قال لها أننا لم أرسل إلا خراف بيت إسرائيل الضالة. كم واحد ضال من بيت إسرائيل؟ كلهم. عشعياء 53 بيقول إيه؟ كلنا كغنم ضللنا. لما بيقول لها إن أنا جاي علشان أنقذ أو أخلص خراف، لم أرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة عشان يرجعوا، بيقول لهم أنا عندي أمة إسرائيلية كلها ضاعت، انا جاي عشان ارجعها. طب انت مش بترسل الا بس الدول؟ عايز اقول لكم حاجه احبائي عشان اعرف رساله الرب يسوع. الرب يسوع ادى النبوه وادى الناموس لشعب الله، وهو اللي جاي علشان يتمم المواعيد ويتمم النبوات. هو الذبيحه، كل الحاجات اللي في العهد القديم دي بتشير اليه ان هو ايه؟ الذبيحه. فهو جاي علشان يؤسس من بيت إسرائيل قوة تبشيرية توصل العالم كله. فعشان كده كان لازم ان هو يكلم بيت إسرائيل الأول، لأن لو راح يكلم الوثنيين أو الأمميين أو الناس اللي بتعرف الرب هم مش هيعرفوا بيتكلم عن إيه أساساً، مش هيعرفوا يعني إيه ذبيحة. لو قال لهم أنا جاي ذبيحة للعالم كله مش هيفهموا الموضوع ده، مش هيفهموا أي حاجة، لأن هم أساساً ما عندهمش فكرة عن هذا الموضوع. لكن بيت إسرائيل كانوا عارفين إن هما دولة، إن هو المسيح المنتظر الذي جاء لكي يتمم كل المواعيد. ده الأشعياء قال عنه إنه هيأتي من عذراء، ده اللي ميخا قال عنه إنه هيأتي في يولد في بيت لحم. هذا هو تتميم النبوات. مين يفهم الكلام ده؟ بيت إسرائيل. لكن مش معنى ذلك إن رب ما جاش إلى بيت إسرائيل، هو جاي علشان يرجع بيت إسرائيل الأول ويوصل عن طريق إسرائيل عشان يوصل العالم كله.
فلما قال لها لم ارسل الى الخراف بنت اسرائيل الضاله، الست دي فهمت حاجه؟ تفتكروا فهمت حاجه الست دي؟ انا ما اظنش انها فهمت حاجه. هي مش فاهمه ايه اللي بيحصل لانها اساسا امميه. لكن تصوروا احبائي يعني شوفوا ايمانها، معناها ما فهمتش لكن برضه مصممه تاخد اللي هي عايزاه وعندها ايمان فيه. ده فهمنا النقطه الثانيه، ان الايمان ايضا احيانا بياتي الرد من الرب غير مفهوم. يعني احيانا تقول يا رب انا مش قادر افهمك، انا مش قادر اعرف، لكن احيانا في وقت معين تقول يا رب حتى لو مش قادر افهم لكن انا اصدق انك تستطيع ان تتدخل في حياتي وتعمل معجزه. ايمان هذه المراه لم يجبها زاد وثبت ايمانها. وهو ايضا حينما هي لم تفهم ايضا ايمانها زاد اكتر. تعرفوا احبائي المسيح عايز يعلن بكده بايه؟ ان عايز يقول ايمان الامم او الناس اللي مش من اسرائيل هيفوق ايمان اسرائيل. حتى الناس اللي خدت النبوه وخدت كل شيء ما قدرتهوش، لكن ايمان اللي اتي من الامم ايمان قائم على اساس انهم يثقوا في محبه الله فقط، مش عشان هم الناس الشعب الله المختار او ان هم ان الله اراد شيء لهم خاص فليس من حق احد غيرهم، لكن هؤلاء الناس الامم وثقوا ان الرب يتعامل معهم في حياتهم ويعمل معجزه. فعشان كده الست دي ما كان معناها ما فهمتش، والرب اللي جه من الرب ممكن ما فهمتهوش، لكن ايمانها زاد اكتر. عشان كده عايز اقول لك عزيزي، انت ايضا في حياتك مع الرب عايز اقول لك اول حاجه هتلح امام الرب، انت عايز تغيير لحياتك؟ امين. عايز بركه لحياتك؟ عايز ان الرب يدي سلام في قلبك انت عمرك ما شفته قبل كده؟ عايز الرب يقود حياتك بالروح القدس؟ في مشكله انت مش قادر تحلها، الرب بيقول لك صلي، ولما ما جابتش الاستجابه صلي تاني وصلي تالت. في يوم من الايام التلاميذ كانوا بيخرجوا احد الشياطين، واحد عليه الشيطان، فجه اخرجوا الشياطين ما خرجتش، فرجع جه المسيح وقال لهم ايه؟ ايها الجيل الملتوي غير المؤمن، الى متى احتملكم؟ مع ان الرب بيحتمل الناس بكل طول انا، لكن هذه المره بيقول انا مش قادر استحمل عدم الايمان. تقول يا رب ما احنا قلنا باسم يسوع وما خرجش، طب نعمل ايه اكتر من كده؟ الرب يسوع كان بيقول لهم لابد كنتوا تستمروا في هذا الامر، ولازم هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم. يعني هتصوم وهتصلي وهيخرج، يعني هيخرج. تصمموا ان المسيح منتصر وسيستجيب لانه لابد ان يستجيب. فاول حاجه يكون عندك الالحاح، ولو لقيت حاجه مش فاهمها او الرب عمل معاك حاجه في حياتك وانت مش قادر تفهم الحاجه دي، انا عايز اقول لك خلي ايمانك يزيد اكتر. قول يا رب حتى انا مش فاهم اللي بيحصل حواليا، لكن انا عارف تماما هتتدخل في مشاكل حياتي، هتملى قلبي بسلامك، هتغيرني، هتحل المشكله اللي عندي في البيت. انت هتدخل حياتي وبيتي عشان تعمل تغيير كامل. مين يقول يا رب حتى لو مش فاهم لكن انا عارف انك انت معايا، وعارف انك انت جوايا، وهتعمل معجزات في حياتي، وانا مش هخاف حتى لو انا جاي هنا في ارض غريبه والناس مخوفين ان انا مش عارف هيحصل ايه، انت معايا. ان كان الله معنا فمن علينا؟ لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، انا عارف انك ستقودني وانك انت في قوه تفوق كل قوه حواليك. امين عزيزي. يبقى اول نقطه لابد ان يكون عندك ايه؟ الحاح، لان الاجابه هي جايه، والحاح دليل انك انت مؤمن بيه انه عنده الحاجه دي. هي عارفه الست دي انه عنده قدره يشفي بنتها، عشان كده بتحب تلح. لما ما فهمتش ايضا امنت اكتر. طب ازاي الكلام ده؟ لما قال لها كده لم ارسل الى خراف بيت اسرائيل الضاله، ما قالتش خلاص بقى الظاهر ماليش نصيب، لا كان عندها ايمان، الايمان قوى فيها اكتر. تعرفوا ايه اللي حصل؟
أتت وسجدت له قائلة يا سيد، ومعنى كلمة رب تاني، يا رب أعني. هي مش فاهمة مع حصل إيه، لكن بتقولها مش مهم أفهم، أنا محتاجة المعونة، أنا محتاجة إلى رحمة منك. فرب قال لها بقى الكلمة اللي بعد كده، قال لها الإجابة وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب. الكلمة دي في ناس تعصبت منها جدا، ازاي رب يشتم يقول كلاب؟ أولا أحبائي احنا دلوقتي في شتيمة عندنا اسمها كلاب، زمان ما كانتش شتيمة بالشكل دوت، كان الأمم بيسموا إسرائيل بيسموا الأمم كلاب، لكن كانوا بيستعملوا لفظ تاني. لو تقروا في إنجيل لوقا 16 عدد 21، لوقا 16:21، خلي بالكم لازم نفهم النقطة دي مع بعض كويس جدا. كان بيتكلم عن العازر لما كان بيقول لك كان يشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس كروحه. كان العازر واحد فقير، كانت الكلاب بتأتي وبتلحس ايه؟ كروحه. كلمة اليونانية بتاعة الكلب ساعتها اسمها كيون، ده كلب شرس، خلي بالكم من الكلام ده. الكلمة اللي الرب استعملها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب، كلمة تانية خالص اسمها كوناريون، معناها كلب أليف، أو بتطلق أيضا على الإنسان المعتاز العايز. ودي على فكرة جت منها مثلا كالب ابن يافنة، تعرفين كالب يعني ايه؟ يعني كلب، ما كانش شتيمة ساعتها، هو اسمه كلب يعني الانسان المحتاج او الانسان العايز. فعشان كده بالترجمة الاساسية بتاعتها لو جينا في القاموس بيقول ان هو زي ما قلت لكم كوناريون، او معنى بابي يعني كلب صغير اليف في البيت، يعني ليه نصيب ايضا. الناس في بني اسرائيل كانوا بيقولوا على الامم كلاب شرسه، الرب بيقول لهم دول كلاب اليفه محتاجه الى الخبز. الخروف ممكن تكون شتيمه الايام دي، مش كده ولا ايه؟ لما واحد يقول واحد مش فاهم حاجه يقول له خروف، مش كده ولا ايه؟ لكن زمان كان بيقول عليهم خراف بيت اسرائيل الضال، ما كانش قصده يشتمهم، لكن عارف ان خراف يعني الناس اللي بتسمع لصوت الراعي، فعايز يقول ان انا عندي خراف ضالة في ناحية وعندي كلاب محتاجة الى ناحية، فالاثنين اخطأوا، بني اسرائيل جالهم الحق وضلوا، والتانيين في اشد حاجة للاكل علشان يعيشوا، هؤلاء هم الامم. لكن المسيح احبائي ما كانش عايز يشتمهم، بل بالعكس انا بقول ان هو صلح الصورة، فبقت من الكلب المعنى الشرس اللي هم كانوا بيعتقدوا ان الامم كلاب شرسة، قال لهم لا دول ناس اليفة محتاجة لغذاء. نفهم الموضوع ده ايضا في مرقس الاصحاح السابع عدد 27، مرقس 7:27 بيقول لها اما يسوع، نفس المعجزة قالها تاني مرقس، أما يسوع فقال لها دع البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. معنى ذلك عزيزي إنه هو بيقول البنين هم بني إسرائيل، دول لما يشبعوا لما ياخدوا الحق وياخدوا الرسالة حيدوها للناس المحتاجة. عشان كده كان بيوضح في هذه المعجزة خطة الله لخلاص الأمم، إن ربنا مش غرضه فقط يخلص بني إسرائيل، لكن يكون إيه؟ نور لجميع الأمم. فالخرافة الضالة ديت لابد يرجعها، مش كلها رجعت، لكن يرجع ناس منها لهم تلاميذه، ومن هؤلاء الخرافة الضالة الراجعين أشبعهم بالخبز الحي اللي هو نفسه عشان يخليهم يشبعوا العالم كله.
ولذلك وصلت الرساله ليا وليكي، لان احنا كلنا الامم لكن لنا نصيب زي بني اسرائيل بالظبط في الحياه الابديه. ونحن يسوع، كل من يؤمن بيسوع ياخذ يسوع ملك على حياته، يكون يسوع هو نصيبه. امين. ولذلك عرفت معناها ان ليس الرب لم يعني ابدا ان يهينها، لكنه ايضا عايز يزود ايمانها اكتر. فالست قالت له ايه بقى؟ قال لها الكلمه دي، قال لها عشان الكلمه دي روحي كان عجبته قوي الرب يسوع. بتقول له والكلاب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائده اربابها. يعني حتى الكلاب برضو لو في فتات من ال جاي من المائده بتاعتها هتاكلها. يعني انا محتاجه ولو فتات منك هيشفي لي بنتي. تعرفوا احبائي ايمانها ليه كان قوي جدا؟ كانت عارفه ان لها نصيب في المسيح. شوفوا اليهود كانوا بيقولوا ان الامم ليس لهم نصيب في المسيح، وهذا خطا، لان المسيح هكذا احب الله العالم كله، مش كده ولا ايه؟ ورب ياما عمل معجزات مع امميين، وياما لمسوا امميين وخدوا منه خلاص وشفاء وكل شيء. لكن هذه المرأة كانت عارفة ان لها نصيب في المسيح. عشان كده عايز اقول لك عزيزي، المسيح لك زي ما هو لكل حد تاني، لكن اعلن ايمانك فيه. هي عرفت ان الرب ده يستطيع انه يجعلها ولو فتات منه تستطيع ان تغير كل حياتها. الفتات النازلة من على مائدة البنين تستطيع ان تغير كل حياتي. يا رب الاقي بنتي شفيت، والبيت اللي مليان بالجنان، البيت المليان بالخطية، البيت المليان بالحزن والاكتئاب يتحول الى بيت الشفاء وبيت الفرح. يستطيع الرب ان يعمل كده بمجرد الفتات بتاعته. كان عارفة ان لها نصيب في الرب. ورب عايز اقول لك لح على الرب اول حاجة، حتى لو ما فهمتش صلي، لانك انت لك نصيب في الرب. مين يقول يا رب اشكرك لاني انا ليا نصيب فيك؟ لان نصيب فيك مش على حساب انا حاجة بعملها انا، لكن بسبب رحمته. يا سيد اعني معناها بتستدر رحمته. هي كانت عارفة انه عنده محبة تستطيع ان تشيلها وتشيل العالم كله. ممكن تكون الست دي قبل كده، لما المسيح راح للسور والصيدة قبل كده شافت الناس بتلمسه وكل اللي يلمسه يخف. تقول الله ده الامم من ادومية، ادومية مش بني اسرائيل برضو، من ادوم اللي هم شعب عيسو، جم وكله خف. انا ليه نصيب فيه؟ هذا الشخص محب، انا اؤمن في محبته واؤمن ان انا ليه نصيب فيه. عايز اقول لك اوعى يشككك الشيطان ابدا ويقول لك ان المسيح ده للناس القديسين ولا الناس اللي هم اللي وصلوا في الايمان او الناس اللي بيوعظوا. المسيح ليك وليا وللقديس بولس الرسول والقديس بطرس الرسول ولكل انسان. كل انسان له نصيب في المسيح، كل من يؤمن به. هتاخده بايه؟ فقط حينما تصدقه، حينما تؤمن به. فاليهود مش هياخدوه الا لما يامنوا به. لو واحد جه يهودي وقال له يا رب اشكرك لان انا كويس، رب يقول له انت مش تاخد مني ولا حاجه. لكن الامم دوت عشان جه وصدقني هياخد شفاء وهياخد معجزه. مين يقول له يا رب انا اؤمن في محبتك، واؤمن ان ليا نصيب معاك، واؤمن تماما ان حياتي فيك لابد ان تتغير ولابد ان اخذ استجابه لصلواتي لانك انت اله محب. فاول خطوه قلتها لكم الالحاح. تاني حاجه، اذا حاجه ما فهمتهاش من الرب الح اكتر واؤمن اكتر. تالت حاجه، اؤمن اني انا ليا نصيب في الرب حتى لو الظروف كلها بتقول انا ماليش نصيب. عزيزي خلي بالكم من حاجه مهمه قوي، احيانا الشيطان بيقنع الانسان. خلي بالكم من الموضوع ده كويس جدا، لان الخدعه دي بيحاول يعملها الشيطان مع ناس كتيرة جدا. بيقنع الانسان ان الرب بعيد جدا جدا عنه،
والرب مش ممكن يستجيب له لان في حاجات في حياته بتعطل هذه الاستجابه. تقول لي طب ما هو ممكن فعلا لو واحد عايش في خطيه او حاجه زي كده ان ممكن صلاته تتعطل. اللي جاي للرب بقلب تائب وقلب محتاج مش ممكن الرب ابدا يدور وش عنه. بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارج. مفيش انسان هياتي للرب يقول له روح نظف نفسك الاول بعدين تعالى لي. او انسان الرب يقول له لا انت مالكش نصيب فيا، انت عملت كتير قوي قوي عشان كده انت مالكش نصيب فيا. هذه خدعه من الشيطان بها بيخدع الناس عشان تبعد عن الرب وتبطل ثقه وايمان فيه. مفيش حاجه عزيزي تمنعك انك تتمتع بمعجزه من الرب الا عدم تصديقك وعدم ايمانك. لكن لو عندك ايمان ومصدق ان الرب يعمل، مفيش قوه في الوجود تمنع ان الرب يتدخل في حياتك بقوه. فانت المعطل ليس يد الرب لانك تستسلم لاوهام الشيطان. يقول لك شوف فلان الرب استجاب له لكن انت ما استجبلكش، اصلك انت وحش. العيب مش في الرب، الرب حلو لكن انت وحش عشان كده ربنا مش هيسمع لك، يسمع لك انت ازاي. هذه المراه الفينيقيه الامميه اللي اهلها بيعبدوا الاوثان وهي ممكن ايضا كانت بتعبد الاوثان، بيمارسوا كل انواع الشذوذ وكل انواع النجاسات، جاءت للرب وثقت في محبته ووثقت ان لها نصيب معاه. فالرب قال لها عظيم هو ايمانك. فالايمان العظيم هو الانسان الذي يقتنع ان ليس الشيء يعطل ان الرب يعمل معجزه الا فقط عدم الايمان. هل تؤمن عزيزي ان الرب يتمجد في حياتك بطريقه خاصه حتى ان فعلا حياتك تتغير كلها؟ مش هيبص لك انت شكلك حلو ولا وحش، حتى لو انا شكلي مش حلو هو اللي خالقني، مشكلته هو بقى مش كده ولا ايه؟ انا مش مهم عامل شكلي، الله ينظر الى الوجوه. مش مهم انا مركزي في المجتمع عامل ازاي. على فكره ربنا ما يبصش المناظر الاجتماعيه دي، يقول لك ده استاذ وده دكتور وده مهندس وده، الرب مش عنده المواضيع دي خالص. الرب شايف حتة منه على الأرض، إنسان على صورته كشبهه ومحبته لكل إنسان بيشتاق إليه في كل لحظة. لكن أنا اللي بتعطل نفسي إن أنا ماجيش للرب إيمان، مش بثق فيه، مش بثق في هذه المحبة. الله لا ينظر إلى الوجوه، الله لا ينظر إلى خطاياك، لكن وإنت جاي وإنت جاي على حساب دم يسوع المسيح، الرب بيقول لك كده أنت مقبول، أنت محبوب، وأنت لك نصيب معي. المرأة هذه قال لها عظيم هو إيمانك لأنها آمنت في هذا الأمر. وبعد كده قال لها ليكن لك إيه؟ ما تريدين، اللي أنت عايزاه. فشرفيت ابنتها في تلك الساعة. ما قال لهاش إن إيمانك قد شفاكي، لكن قال لها عظيم هو إيمانك. شاف الإيمان ده عظيم جدا، وقال لها بقى ليكن لك ما تريدين. يعني إيه؟ امشي بالطريقة دي هتاخدي اللي أنت عايزاه، كل احتياج أنت هتاخديه، لأنك أنت عندك هذا الإيمان، هذه الثقة في الرب. أنا نفسي محدش يطلع من الكنيسة النهاردة إلا ويمتلك هذا الإيمان العظيم. فقط بدون أي شيء، ثق في محبة الرب القادرة أن تحول حياتك بالكامل. أحد الناس كان بيقولي إن أنا مش ممكن أبداً أتغير، لأن عندي طباع حاولت إن أنا أغيرها كتير جداً، وعندي مخاوف مش ممكن أبداً أقول لك على اللي جوايا. أنا إزاي أنا أتغير إزاي؟ أنا بس كل اللي عايزه إن أنا أقدر أمارس حياتي العادية. عايز أقول لك عزيزي أنا ما كانش عندي مرض نفسي، لكن كنت مليان بالمخاوف والقلق بطريقة غير عادية، لكن رب حررني. عزيزي كل إنسان يستطيع أن يتغير، كل إنسان يستطيع أن يلمس الرب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، تلمس حلاوة الرب. هل لمست فرح الرب الذي لا ينطق به ومليه؟ هل لمست هذا السلام الذي يفوق كل عقل؟
لو انت ما لمستش الفرح والسلام ده، ده من نصيبك، ده يسوع من نصيبك. فقط صدق وتعالى ان الله يستطيع ان يشفيك، ويستطيع ان يملأك بسلامه، ويستطيع ان يعطي لك الطبيعه الجديده، يستطيع ان يملا بيتك اللي مليان بالنكد وعدم السلام الى بيت مليان بالفرح. فقط ثق في الرب. اوعى تقول لان انا عملت كده او كده، اوعى تقول لان ربنا هيجازيني على اثامي، اوعى تقول هذه التشكيكات كلها، لكن اعلن ثقتك وايمانك في الرب. اللي يعلن ثقته في ايمانه في الرب النهارده ويعلن ان يسوع ملك على حياته يقول امين باسم الرب يسوع. امين. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها ايضا في هذا الامر، في هذه المعجزه، لما بيقول لها عظيم هو يا امراه، عظيم ايمانك. الرب على فكره بيكرم الناس اللي ليس لهم كرامه. الرب بيكرم الناس الذين ليس لهم كرامه. هذه المراه كانت فينيقيه، كانت امميه، ليس لها اي كرامه في وسط بني اسرائيل ولا ايه؟ كان ممكن يكون قدام التلاميذ وقدام الناس اليهود، عشان تأتي هذه المرأة ويقول لها عظيم إيمانك، دي كرامة غير عادية لهذه المرأة. الإنسان أحبائي اللي بيدور على كرامته ومجده تجد أن الرب مش هيتدخل في حياته، لكن اللي بيدور على يسوع، يسوع هو اللي هيكرمه. عشان كده حطه قدامك، ما تقولش إن أنا عايز أنتقم لنفسي، او انا عايز ان انا اثبت كرامتي، او عايز انتقم لنفسي لان انا اهنت، لابد ان ارجع الحاجة اللي فقدت. حط عينيك على يسوع، لانه مكتوب اكرم الذين يكرمونني. فالرب هيكرمك عزيزي، بس خلي عينك عليه. الرب هيعلن ان هو معاك. هيلاقي الناس في الشغل وفي البيت وفي كل مكان انت تذهب اليه، هيقول لهم انا مع هذا الشخص. الرب هيدي لك نعمه. تعرف يعني ايه الرب يدي لك نعمه؟ يعني الرب يخلي الناس لما تشوفك كده تحس انك فيك قبول خاص في كل شيء. الرب هيدي لك هذه النعمه. ما تدورش انت انك انت تكرم نفسك، فقط ثق في المسيح والمسيح سيكرمك. مين يقول يا رب اشكرك لانك انت ستكرمني؟ كانت كرامه عظيمه لهذه المراه حبايبي، كانت كرامة عظيمة لهذه المرأة في وسط بني إسرائيل، الناس اللي شايفين نفسهم، يقول لها عظيم إيمانك. لكن للتلاميذ قال لهم إيه؟ أيها الجيل الملتوي غير المؤمن، إلى متى أحتملكم؟ كان الخادم زي ما قلت لكم، خادم الملك، بيقولوا تعالى واشفي ابني، قال له أنتوا لسه مش ليه تتعلموا الإيمان؟ كان الناس اللي هم فاكرين عندهم كرامة وعندهم عزوة بيقول لهم انتم جيل ملتوي غير مؤمن، اما هذه التي امنت وهي من اصل اممي وثني، الرب كرمها امام الجميع. قل يا رب اشكرك لانك ستكرمني بداخلي، وايضا تكرمني امام الجميع باسم يسوع. هتديني نعمة. اعظم نعمة عزيزي انك تاخد يسوع يكون ملك على حياتك. يملك المسيح، مش بس تلمسه ولا بس يكون لك علاقة، لكن يدخل جوه قلبك ويمتلك حياتك. دي أعظم كرامة. وبعد كده هتلاقي أن رب يقودك من مجد إلى مجد في حياتك. أمين أحبائي؟ تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي حتى أن رب ينفذ فينا كلامه النهارده.